قال صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم ردني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وهلأ توكلنا على رب العالمين، نزل على الشغل أول يوم بدي أشتغل بتوصيل طلبات، رح تشارك معي هالتجربة. مرحبا مرحبا احلى عائله، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقنا لكم كثير، جانا لكم اليوم فيديو جديد، حماس كثير. فيديو اليوم شو يا ماما؟ اليوم فيديو يعني عن جد اول مره بنعمل هيك، نعمل فيديوهات. اليوم هو... رح اشارك معكم تجربتي بالشغل الجديد، رح اشتغل توصيل طلبات ديليفري مع شركه اوبر ايت. فاليوم حبينا نشارك معكم هالتجربه هاي، ماما سجلت وكل شيء حتى انتم تعرفوا اكثر عن التطبيق، يعني معلومات كثير ظريفه رح نعطيكم اياها باخر الفيديو. فيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، ويلا هلا ما بدنا نتأخر، خلينا نبلش، بدنا نجمع مصاري اليوم. لا لا يلا نبلش. اوكي يلا رح ابلش هلا، رح اشغل. وهي هلا حطينا الابلكيشن، شوفوا كبسة زر واحدة، يعني اولا كطريقة التشغيل ولا اسهل من هيك. اول طلب شوفوا هلا عم بكتب لها فايندينج تريبس، يعني عم بدور على طلبات، فيعني كطريقة التشغيل ولا اسهل من هيك، كثير سهلة بس تكبسوا جو. وهي هلا انا وماما بدأنا رحلتنا، و لهلا لسه ما جانا ولا طلب، فهلا عم نفتل تنقلب بمنطقة فيها مطاعم نقدر ناخذ منها طلبات، بما انه اليوم يعني اول مره بنجرب الابلكيشن فيمكن ياخذ وقت اطول. هاي لساتها فايندينج تريبس، يعني لسه ما لها شيء. شلون لهلا؟ حماس، قد ايه هلا يجينا طلبات؟ تخيلي تخيلي بالاخير ما يجينا شيء. لا كنا رب العالمين ما راح يقدرنا اكيد. لا وهلا صرنا تقريبا 10 دقائق وما جانا ولا طلب لهلا، وعم نحاول نقرب على منطقه فيها مطاعم. طبعا اذا قربت على منطقه فيها مطاعم الاحتمالات بتكون يعني اكثر، انه لانه انتم اقرب، ف ما بنقدر نعمل شيء. وهلا اجانا اول طلب، كبسي عليه اخذنا. هلا رح نلحق الجي بي اس. يوهو اجانا اول طلب، وماما رايحة وفرحتها مرسومة. وهلا رح نروح ناخذ اول طلب، هو طبعا من سبوي، انا نازلة معه عشان اصور لكم كل شيء. وهي هلا اخذنا الطلب وعم نحطه هون، كان جاهز. وهلا رح نعمل له انه اخذناه عشان يعطينا بيته. شغله يعني ولا اسهل من هيك، صح؟ مسلية وحرة. ايه انت حرة نفسك. عملنا اول طلب وكان كتير يعني ميسر وما في ولا مشكله، وكتير يعني كان سهل. لسه ما جانا تاني طلب، يعني ما عم ياخذ شوي وقت، شي 5 دقائق يعني حتى يجي الطلب. هاي هلا اجى تاني طلب، انا رح اخذه عند ماما، فهلا رح كمان ناخذه كمان قريب بس دقيقتين، بس كله 14 دقيقه لما اخذناه، فيمكن لما رح نوصله شوي ابعد. متحمسه كتير ومتشجعه كتير. شغله عجبتني سهله ودوره بالسياره وشغل بنفس الوقت. ورح نروح نوصله. هلا هاي بنحط له اوكي وانه ستارت. هلا اعطانا 4 دقائق كمان قريب. ماما الابلكيشن كثير مفهوم وسهل. هلا ماما ايش تعملي؟ لازم نمشي الطلب. اوكي هلا راح هلا اغلبيتهم عم بيكونوا عم بيستنوا برا، وهلا صرنا تقريبا ساعه. شغله انه ما بدها تطلعي دراج ولا تطلعي، نعم يعني شغله منيحه. هلا الشغله الثانيه انه بلشنا تقريبا بالوحده، هلا يعني صارت 2 الا 3 دقائق، بساعه منا طلبين لهلا. كويس.
هاي هلا الطلب اللي بعده اجانا بس كويس عليه. ايوه والله هلا اجانا ثالث طلب. وعلى فكره هلا بعد اول طلبين وقت الانتظار بيناتهم صار اقل، يعني لسه هلا طلعنا من عند هذا الطلب فورا، فبتوقع انه الابلكيشن يعني هو بيصير بيبعث لك اكثر لما بيشوف انه عم تشتغلي. ف انت عم تشتغلي اكثر ساعات اكثر، نعم بيجي طلبات اكثر صح، والرزق ثاني الحمد لله. نعم يعني في يوم مثلا حدا يطلع معكم تحطوا موسيقى. فباخر الفيديو رح نحكي لكم عن الايجابيات والسلبيات الشغله، فتاكدوا اللي تضلوا لاخر الفيديو. هلا وصلنا على المطعم هذا اللي هون، هيك مطعم افريقي. هذا احكي لنا ايش قصته؟ هذا صار له معي يمكن تقريبا 3 ساعات والله، لانه اول شيء ايه واجاني طلب على الطريق، اجانا طلب اخذنا كمان، فهلا معنا الطلب الثاني نوصل هذا وبعدين نوصل البعض. هلا عطانا 17 دقيقة الطلب والله. وصلنا على الطلب الثاني ومعنا هون الطلب. نزلنا هلا انا وماما من السياره، قلنا بدنا ناخذ هيك استراحه صغيره ورح ناخذ في بارد، لانه عن جد شوب تعبنا يعني بتعرفوا تستاهل لانه عم تساعدني كمان طبعا. هلا جبنا القهوه، هلا رح نقعد وبدنا نحكي معكم شوي. هلا بالنسبه لإلي انا شفتها شغله منيحه، ما حاسنا انه انت حر نفسك ايمت ما بدك، تشغل الابلكيشن اونلاين وتروح تشتغل. نعم. ساعه ساعتين ثلاثه الوقت اللي بدك اياه وبتطفي وقت ما بدك، يعني مالك ملزوم في ستة مثلا يعني ولا مثل انا بعملت شغلات بيتي رتبت حضرت طبختي. نعم. النقطه الثانيه عن محاسن الشغله، ما تعبت وحسيت بدك تاخذ بريك مثل ما نحن اخذنا تاخذ معك بلادك. نعم. طب بتدوروا بالصيف اونلاين انت بحق لك 12 ساعه. مش شغله ما هي منيحه انه انت دائما معرض يعني بالطريق حوادث، لما حوادث تصير الله لا يقدر طبعا، فواحد يكون متمكن من سواقته ويقظ صحيان شربان قهوته نايم منيح. نعم. ومن مخالفات تصير انتبه لانه هون مخالفات غاليه كثير، فبتشتغلوا كلها بخطه مخالفه. طبعا معلومه هيك على السريع انه اوبر ايت ما يبس بالسياره، بتقدروا تعملوه على البسكليت، تقدروا على السكوتر، حسب كمان كل بلدان شكل، بس ما يبس انه بالسياره، ولازم تكون 21 سنه وفوق حتى التسجيل. وهلا نحن طفينا الابلكيشن خلصنا، لانه يعني خلصنا تعبنا حاجتنا هي بس كانت تجربه يعني، وهي الغايه انه الواحد يشتغل وطالما صار منا اليوم. فهلا الساعه 3:38 دقيقه، يعني تقريبا صرنا ساعتين ونص عم نشتغل، بلشنا بالوحده يعني 2:40. ما اشتغلت كثير بس الحمد لله. هلا نحن شوفوا عملنا 4 طلبات، يعني كتجربه اولى وكاول يوم اوكي، وهي كلها ساعتين ونص. هلا قولي الرقم. $25.59 اوكي، يعني تقريبا $26 تقريبا. وحتى تشتغل اوبر ايت لازم يكون عندك كم شغله اساسيه لتقدر تفعل ابلكيشن اوبر وتشتغل. اهم شيء بيكون العمر 21 سنه وفوق. اثنين لازم يكون عندك موبايل وانترنت اكيد، شهاده سواقه، تامين سياره ضروري، وورقه الملكيه تبعت السياره. اذا انت عندك كل هدول بتدخل كل معلوماتك على طريق الابلكيشن تبع اوبر، وهن بيعالجوا الطلب، بيقول لك خذ صوره لقلك، بيعالجوا الطلب بعد 24 ساعه بيعطوك انه ابروف. اذا الواحد ما عنده سياره كمان فيه يشتغل اوبر ايت عن طريق اما بسكليت او سكوتر، بيقدر يعمل اوبر ايت بدون شهاده سواقه حتى. فبالنسبه للطلاب اللي ما عندهم شهاده سواقه بيقدروا يشتغلوا هاي الشغله كمان، وبكون باماكن محدوده يعني ما بيعطوهم مسافات بعيده.